أكيد كل واحد فينا ناس كتير أثرت في حياته. من أيام ما كان عندك 5 سنين وشفت أول واحد طلع القمر، أنت من يومها عرفت إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. أو تتعلم من شخص إن التغيير عمره ما يجي بالعمر، أو تتعلم إن الحرية تستاهل إنك تقضي عمرك كله في السجن عشان، أو تتعلم إن مفيش أحلى وأجمل من إنك تسترد حقك بنصر عظيم والعالم كله يضحك بيه، أو شخص ناجح يفهمنا المعنى الحقيقي لكلمة innovation، أو حتى إزاي تحول فكرة بسيطة لنجاح كبير، أو قصة شخص تفهمك إنك عشان تحقق حلمك هتواجه صعوبات كتير ولازم تشجع نفسك وتحمسها عشان تقدر تكمل المشوار الطويل، لأن فعلا أو واحد يقنعك إن من حقك تعبر عن نفسك أيا كان شكلك أو طريقتك، أو واحد يعرفك إنك ممكن تشوف الدنيا حلوة وتخلي غيرك يشوفها حلوة حتى لو أنت ما بتشوفش، أو تعرف إن صوت جميل وإحساس عالي ممكن يرجع الأمل للناس تاني حتى لو بعد هزيمة حرب، أو تتعلم من راجل حكيم إزاي توصل المعلومة ببساطة وابتسامة حلوة، أو واحد يفهمك يعني إيه self confidence ويعني إيه challenge، أو شخص مجهول صورته الكاميرا بالصدفة بس قدر في لقطة يفهمنا إزاي نقف قدام أي حاجة طول ما إحنا على حق. الناس دي كلها مختلفين في حاجات كتير، في أحلامهم، مواهبهم وإمكانياتهم، تحديات مختلفة واجهوها، وكل واحد فيهم ليه قصة وحكاية مختلفة، بس في حاجة واحدة مشتركة ما بينهم، إنهم في يوم صدقوا إن هما ممكن يغيروا حاجات كتير حولهم. أعرفكم بنفسي، أنا محمد الكتاب، وأنا كمان مصدق إني أقدر زيهم.